السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو غنشرح لكم كيفاش تفورماطي الهاتف ديالك، او الا بغيتي مثلا تمسح التصاور ديالك و يعني جميع المعلومات اللي فيه تمسحو. مثلا كنتي بغيتي تبيع التليفون ديالك، او الا بغيتي تبدل بيه، او الا غتعطيه لشي حد. يعني الطريقة سهلة جدا، كتمشي للتطبيقات او بارامتر او اعدادات، كتنزل سيكوريتي بيرسونيل، هنا كتلقى سوفغاردي اي رينيسياليزي، كتضغط عليها كتهبط ريتابلير لي بارامتر بار ديفو. صافي كتورك عليها، كتعطيك رينيسياليزي لو بيريفيريك، هنا سيبريمي تو. صافي الهاتف ديالك غادي يطفى، ومن بعد غادي يشعل، وما فيه حتى شي حاجه من المعلومه ديالك الا الكارت ميموار. الحاجه اللي في كارت ميموار خصك تحيد كارت ميموار او تفرمطيها او لا تحيدها من التليفون. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.